عقد جديد ماما جايبهولي يا لولي. تحبي طب اشمعنى انتي وانا لأ؟ عادي عادي، ممكن برضو مامتك تكون اشترت لك. ماما عاوزاكي علشان تروحي تشتري لها طلبات، وهتضربك علشان لبست العقد الجديد اللي هي جايبهولك. مالكيش دعوة، خليكي في نفسك. تقولي ازيك يا جن، عاملة ايه؟ الله يسلمك يا لولي، تعالي اتفضلي. شكرا، انا اشتريت طلبات لماما. ماشي. قال تضربني ايه؟ انا البس العقد براحتي، مش هي اشترتهولي. انت يا رؤى ازاي لابسه العقد الجديد؟ انا مش قايله لك العقد ده للعيد، لابساه ليه وطالعه بيه كده في الشارع لوحدك؟ العقد ده ممكن يتسبب في خطفك. لا ما تخافيش، انا شاطره. طيب امساكي، خدي ال50 جنيه دي، هاتي لي كيسين مكرونه علشان هعمل مكرونه بشاميل النهارده، خالتك جايه لنا على الغدا. حاضر يا ماما. يا سلام. طيب طالما هي لبست العقد ومش ضربتيها، انا كمان هلبس العقد بتاعي. طيب البسيه، بس حافظي على نفسك وما تتاخروش. يلا بسرعة يا بنتي. يلا ما انا ماشية اهو. يا حلاوة، بنتين ماشيين ولابسين ذهب وكمان معاهم 50 جنيه، انا لازم اضحك على العيال دول واخدهم. خدي يا حلوة انتي وهي، رايحين فين كده؟ ردوا عليا، انا زي مامتكو. ايوه يا طنط، احنا رايحين نشتري مكرونة بشاميل. لا يا بنتي، مكرونة عادية وماما هي اللي هتخليها بشاميل. طب بقول لكم ايه، هاتوا الفلوس دي وانا اروح اجيب لكم المكرونة بدل ما تمشوا في الحر يا حبايبي. انا بحب اساعد العيال الصغيرة. لا لا يا طنط، احنا اللي المفروض نساعدك، احنا الاطفال. هاتي بس الفلوس، ولا اقول لكم تعالوا معايا، انا عارفة محل بيبيع مكرونة حلوة قوي. لا يا طنط، ماما علمتنا ما نمشيش مع حد غريب. انا غريبة برضو، ده انا زي ماما. تعالوا بس ورايا. يلا يلا، طالما محل رخيص ويفضل فلوس ونشتري بيها. بقول لك ايه، انا جبت لك البنتين اللي طلبتيهم اهو، يلا بقى طلعي لي بناتي. انت مش قلتي لو جبت لك اي بنتين هترجعي لي بناتي اللي انت واخداهم؟ ايوه، بس مش دول، دول صغيرين، انا قلت لك بنات كبار. لا بقول لك ايه، انت طلبت اي بنتين، يلا بقى طلعي لي بناتي. ينهر ابيض، اجري يا رؤى، الست دي شكلها خطفانه. ايوه فعلا، اجري يا جنة اجري. بسرعة يا رؤى، بأقصى سرعة بأقصى سرعة. حاضر، أنا بجري أهو. ويلا ننادي على أي حد يلحقنا. الحقونا الحقونا الحقونا. إيه ده؟ ده العيال هربوا، لما أروح أجري وراهم. استني يا بنت أنت وهي، استنوا. بابا بنات بنات، في إيه في إيه؟ بابا الحقنا يا بابا، الحقنا يا بابا، الست دي بتجري ورانا. أنت عايزة إيه من بنات يا ست أنت؟ أنا مش عايزة حاجة، أنا ماليش دعوة. أنت شكلك حرامية وهبلغ عليك البوليس. بس انت مش غلطانه، اللي غلطانين اكتر منك بناتي، علشان مشوا مع واحده غريبه ما يعرفوهاش، ممكن تخطفهم. بابا احنا اسفين يا بابا. الحمد لله ان انت جيت في الوقت المناسب يا بابا. انتوا غلطانين، اوعوا تمشوا في الشارع مع اي حد ما تعرفوش ابدا ابدا. خلاص يا بابا، اخر مره. ماشي، يا رب تكونوا اتعلمتوا الدرس. مع السلامه.